ايوه كفايه يا بنت نحمده، انت بتزغطي بطه يا بنت. كل يا تسع الحاج، ده انت الخير والبركه. خدي من ايديا حته الكوكو دي. ماشي. كل يا تيتا، ده الاكل بتاعها احلى مليون مره من اللي ماما بتعمله. بتعملي ايه؟ باكل. بتاكلي؟ هو انت عارفه مصدر الاكل ده جاي منين؟ انا علمتك تاكلي من الشارع؟ شارع؟ لا، شايفاني واقفه بنيكه كده؟ ما تسيبي البنت تاكل يا بلاراني، ده حتى البنت هفتني ودبلان. لو سمحتي ما تتدخليش، لانه انا عامله نظام غذائي في البيت معترف بيه دوليا. معترف بيه ايه؟ معترف بيه دوليا؟ حرام عليكي يا شيخه، ده انت اكلك محرم في كل الاديان السماويه اللي في العالم. ده احنا بناكل نروح المستشفى، لكن شوفي الاموره دي بتطبخ اكل ديليشس. ديليشس؟ والنبي يا ابله سلام، ده انا حتى كترت في الدرش اللي بتقولي عليه ده لحد ما قطع لي ايديا. الدرش اللي قطع لك ايديك؟ جهله. جهله؟ اني جهله؟ لا باجه، الجهله هي اللي ما تعرفش تصوم بيتها وتعرف جوزها بيحب ايه وتعمله. لا يا جهله، انا جوزي بيحبني وما يقدرش يستغنى عني وما يبصش لوحده غيري. الله، امال اني ايه؟ تلاجه جديده شاريها؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله على السلامه يا اخوي. اتفضل اقعد. تاني عامله لك طبخه؟ هتاكل صوابعك وراه. لا، هقعدل هياكل من الاكل اللي انا عاملاه بتاعي انا. لو انت عامله اكل النهارده؟ امال سايباني من الصبح متلجعه في المطبخ؟ يا ماما، هو انا محتاجه وقت اصلا عشان اعمل اكل؟ انت اللي خايبه. ايه قصدك ايه يا رانيا؟ ان انا لسه هستناكي لما تعملي الاكل؟ ايوه هتستناه عادي. نو جامي يا رانيا، سيل تو بلي، من فضلك. لا، احنا فنانين وجعانين جدا بقى، ومدموزيل الحمد لله بتطبخ اكل زي السكر وبتعمله، من فضلك بقى سيبيها تطبخ. كتر خيرك كتر خيرك يا تيسه. نو تيزا دي بلديون خالص شيري، انت لازم تقولي يا طنط. ماشي يا طنط. طنطي؟ طب بصي بقى، من فضلك بقى يا حمد لله، انا عندي صداع فظيع وعايزاكي تعملي كده واحد اسبريسو، ما حصلش يتجنن من ديك الحلوانين دي كده عشان اروق دماغاتي، ممكن؟ بقول لك ايه؟ شوف الوليه الموكوسه في سنها دي وبتشرب منكر وعايزانا نجيبهول. طب ما عندها بنتها هتجيب ليه؟ ان شاء الله حتى تجيب ليه كافيه ولا كافيه ولا؟ ماشي، ما هي اصل دماغها غريبه شويه كده، استحمليها استحمليها. بابا انا بحب طنط نحمده قوي. ربنا يخليكم لبعض يا ياسمين. ياسمين، انت جننتي؟ صحيح يا ياسمين، انت جننتي؟ وصلت بيكي الجراءه انك تاخدي بنتي عندك وتضميها لحياتك؟ لا، بنتك حباني، انت زعلانه ليه؟ ايوه صحيح يا رانيا، بنتك حباها، انت زعلانه ليه؟ زعلانه ليه؟ مش كفايه جايب لها مرات اب كمان هتاخدها ليها؟ تعالي يا بنتي تعالي. بقول لك ايه؟ مراتك ديت سودا من جواها زي براها، واني بيضا جيشتي، هنعيشوا مع بعض ازاي بقى؟ هنرجعوا الابيض والسويد؟ شفتي البنات لعبت؟ ماما، تعرفي اكل نحمده حلو حلاوه سو ديليشس. ايوه يا حبيبتي، دي النهارده عملت لي شكشوكه بالبيض وكلتها، انما ايه؟ حسيت بشكشكه في جسمي بالسعاده. هاتشي هاتشي. ايه ده رانيا، فاجئتيني، انت دخلتي امتى؟ دخلت من ساعه الشكشوكه اللي عملت شكشكه في جسم حماتي والسعاده. معلش يا رانيا، ما تزعليش مني، انت عارفه ان اللي في قلبي على لساني على طول، انا طول عمري صريحه. يا حماتي، ما انا عارفه طبعا الصراحه بتاعت حضرتك، بس انا كان عندي سؤال داخلي جواني، يعني يكمن في احشائي وحياتك، ليه عمرك ما شكرتي في اكلي؟ اكلك اكلك ده كويس قوي ان احنا ما اشتكيناش لحقوق الانسان وبعتنا لهم جوابات نشجب ونتظلم. اكلك اللي كل ما ناكله نروح المستشفى. ليه بس كده يا سناء؟ ليه يا حبيبتي؟ يعني ده احنا عشره يعني، والعشره ما تهونش الا على ولاد الحرام. ايه ده انت بتغلطي؟ لا ها ها ها، سكتنا له دخل بحماره. لا 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 لا، انا ما اقصدش. تقصدي ايه يا رانيا؟ لا انا ما اقصدكيش يا سناء على فكره، والله ولا قصدك يا طنط بجد، يعني انا بتكلم على انه انا رنونة حبيبتك رانيا، اللي يعني افتكروا لي حاجة حلوة، يعني ساندوتشات اللانجوز بالاو في اللالو، الحاجات دي يعني. دي ماما انا مش عارفة بتتكلم على ايه، مش فاهمة والله يا حبيبتي، ماني عارفة. رانيا حبيبتي، لازم تتقبلي يا رانيا الهزيمة بروح رياضية اكتر من كده. انتي خلاص يا رانيا بقيتي من العهد البائن، اما الست نحمده فخلاص بقت هي الكل في الكل وهي اللي على الحجر.
الفكر، تقبل الهزيمة عادي. سنايا حبيبتي، هي نحمد وحبيبتي روح قلبي فين؟ ابدا يا ماما، خدت هدومنا هتديهم فمين وبعد كده تنشرهم وبعد كده تكويهم وتطبقهم وتجيبهم في الدولاب ترصهم فوق بعضيهم وبعد كده هتخش على السجاد تمرشها. والستاير تبقى تغسلها بعدين. صدقوا بقى، انا في حياتي ما شفت عيله واطيه بالمنظر ده. تبعوني وتبوع عشرتي عشان شويه غسيل ومسح وكنس ومطبخ، اما انكم فعلا عالم رمم وعيله واطيه. ماما بتغلط. لا يا حبيبتي، لا يا حبيبتي ما تقصدش. عندك حق يا ماما، ما تقصدش. ما اظنش ان هي بتقصد. لا ما تقصدش. كملي بقى، نحمده كان ايه؟ جميله. ميرسي بوكو 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 مادموزيل، الحمد لله. انا فعلا بطني كانت وجعاني خالص خالص وتعبانه انا قوي. على ايه؟ ميرسي على ايه؟ وانا عملت حاجه؟ ده واجب علي. بالشفا انت، بالشفا بس انت يا ام رانيا. ام رانيا، ام رانيا مرنات بقى، دي قليله الادب، دي قلبها وحش واسودات خالص، ما جتش ساعدت حتى على المامات بتاعتها. معلش يا تاسر، خلاص هنعمله ايه؟ يا خسارة، يا خسارة كل تضييعات الوقت اللي أنا عدت أعمل فيها تربيات للبنت ديان. بس فعلا يا ما سهرت ليالي علشانها هي قلة الأدب دي. ليه بس كده يا مامتي؟ ليه بس تشتمي على ياسمين؟ عملت لك ايه بس؟ لا هي مش قصديها على ياسمين. ما قصدها على مين؟ ايه 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 سربرايز، قصدها عليك انت. ايوه كده، ومليون الف كده كمان. يعني خساره فيا ان انا قعدت اسهر الليالات عليكي وانت بتعيطي وطبطب عليكي. انت قليله ادب، قليله الادب فعلا، يعني تربيه كومبلونشيه. إيه؟ على فكره بقى يا مامتي، على فكره انت ما سهرتيش ولا ليله واحده، انت كل مره كنت بتسيبيني وبتنامي. ازاي بتقولي حاجات زي كده؟ انت ناسيانانا. انا بقول لك تربيه كومبلونشيه يا عبيطه انت. ايه ما تزعليش نفسك يا حاج، هنعمله ايه؟ هو ده الجيل الجديد. يا خساره، يا خساره كل التربيات اللي انا ربيتها فيكي انت. يعني خلاص كده كلكم خنتوني وبعتوني في موقفي مع هذه الشنعاء؟ حتى انت يا بروتس شنعاء. شنعاء تشتمي دي ولا صحيح تربيه واطي؟ عادل انت جيت يا حبيبي بالسلامه. انا جاي هنا بقالي ساعتين دلوقتي. وحشتني قوي قوي يا بيبي، بجد نفسي اقعد اتكلم معاك شويه، وحشني موت. رانيا بس من بعيد بعد اذنك، يعني يا رانيا عشان نحمده ما تخرجش على فجاه كده وتلاقينا قاعدين جنب بعض. نحمده؟ يا سلام، لا هو انت خايف منها ولا ايه؟ هو انا ايه، مش مراتك زيها وليها حقوق؟ ايوه طبعا انت مراتي، بس برضو يعني لازم اخاف على شعورها. يا سلام، شعورها هي، وانا مين بقى اخاف على شعوري؟ بيبي انا عايزك تحس بيا، تقعد معايا نتكلم مع بعض، نخرج نتفسح سوا. نتفسح؟ ايوه. ايه يعني ايه المشكله؟ فسحني. بص انا ديها واحده بس، هخش اغير على طول ونرجع نتفسح على طول. رانيا، رانيا مش هينفع يا رانيا حبيبتي، عشان عندي ميعاد. يعني ميعاد مع مين؟ مع ناس. سعاد يلا بينا نخرج. يلا بينا نخرج. هو انتوا خارجين ولا ايه؟ ايه سعاد صمم انه يفسحني النهارده، تشديرا للمجهود اللي بعمله. ايه ده؟ هي اللي انت لابساه ده؟ يا نهارك اسود ومحبب، انت سارقه هدومي من دولابي وكمان لابساهم؟ سارقاهم؟ لا مش سعاد اللي هو اللي مشتري اللبس ده كله ولا؟ بس دي هدومي. عارفه كده يا عادل؟ طبعا عاجبني جدا، مش انا اللي شاري لك الهدوم دي، وبعدين انا لسه هشتري هدوم تاني ليها ولا ايه؟ لا يا اخوي، وانت هتلحق على مين ولا مين؟ لا انا عايزه هدومي، انا عايزه هدومي. بقول لك يا رانيا، انا مش عايز قلق عندي في البيت، انتوا خلاص من النهارده تتعودوا على الوضع اللي موجود ده، تلبسوا لبس بعض، تاكلوا اكل بعض، تشربوا شرب بعض، تاكلوا بعض، انتوا حرين. لا 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 لا، انا مش ممكن اتعود على الوضع ده، ايه اللخبطه اللي انا فيها دي يا ربي؟ لا لا في حاجه غلط، لا 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 انا مش موافقه على الوضع ده. ما دام مش موافقه على الوضع ده خلاص، يبقى كده نضطر بقى ان احنا نسيب بعض. قصدك ايه؟ قصدك ان انت عايز تطلقني يا عادل؟ ايه طلقها يا سعاد. هي ماما طلعها يا عادل، طلعها. ايوه يا عادل، عملها طلقطات بتلاتات. ايوه طلقها يا ابي، طلعها بالتلاتة يا عادل. رانيا روح يا رانيا وانتي. لا لا يا عادل، لا ما تطلعنيش يا عادل. لا طلعها يا عادل.